كانها من الامر تاع الاسواق مسكره، وحنا الموال عنده شهر في العام هذا تاع شهر العيد، وراه طمنا السيد الوالي وافقنا موافقه مبدئيه باش يفتح لنا نقاط بيع على مستوى الولايه 30 نقطه تاع بيع. رانا فرحنا بهذا الاقتراح، الحمد لله رب العالمين اللي فتحوا لنا نقاط هذون تاوع البيع، تتفك الخلايق من هذا القبينه اللي راها فيها. بعد موافقه السلطات المحليه خلقنا 30 نقطة بيع موزعة على بلدية الجلفة. هذا النقاط البيع هذو جايين بعد شوية على المدن وعلى على المناطق الحضرية، وين طلبنا من عند رؤساء البلديات باش يعينوا أماكن كل موال حتى ما يكونش احتكاك بين الاحتكاك كبير بين الموالين، وكذلك إلزامية الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المشتري والشريك.